اليوم يعني في النهار 13 الاضراب المفتوح عن الطعام يخذوه 8 مناضلات و20 مناضل 28 مناضل منذ 17 ديسمبر. فيما يخص الملف اللي تقريبا اليوم يعني ماخذ صدى منذ سنوات هو ملف الفرز الامني اللي تعرضوا له قدماء الاتحاد العام لطلبة تونس، الحكومة حلت جزء من الملف هذا ما يسمى قائمة 187، ومازال يعني جزء كبير آخر اللي هي قائمة فيها 509 مناضل. ال 509 مناضل هذم قامت لجنة قام بتشكيلها الأمين العام لاتحاد الطلبة وأمين عام اتحاد أصحاب شهيد المعطلين على العمل من ماي الفارط، بقت تقريبا 5 أشهر تلم وحصرت يعني القائمة النهائية. فيما يخص الفرز الأمني هو يعني كيف ما معروف قبل في وقت النظام السابق، كل واحد معارض أو مخالف للنظام كان يتعرض يعني الفرز في المناظرات اللي يقوم يعني وقت اللي يعدي مناظرات وقت اللي يدخل في عمل ولا حاجة كان ديما البوليس يلاحقه. بعد خوض سلسلة كبيرة من نضالات من اعتصامات واحتجاجات ووقفات احتجاجية جوبت كلها بالتسويف بالمماطلة، فمن يعني آخر حاجة بقتل المناضلين هذم أنهم يشتكون الأجساد متاعهم أنهم يدخلوا في إضراب مفتوح عن الطعام. كيف ما قلنا هم 28 مضرب في المقر المركزي للاتحاد العام لطلبة تونس في باب الخضرة. اليوم هما في نهارهم 13. الحالة الصحية تقريبا من نهار الثامن بدت تتعكر عند برشا مضربين، واحنا باقيين نحكوا تو باقي يتم نقل احد المضربين وسيم بوثوري للمستشفى. اليوم صارت يعني والمناضلين مشوا لضرب عن طعام وفي اليوم 13 وباقي السلطه ما تفعلتش وما جتش تشوف مطالبهم والا حتى تسال علاش عاملين ضرب عن طعام. ثم ملاحظة أساسية لهنا لازم نقولها، واللي ملف نتاع المفروزين أمنيا مش ممكن نفهموه إلا في إطار ملف أوسع وأشمل اللي هو ملف التشغيل بشكل عام، واللي إلى حد الآن واضح بالكشف أن كل الحكومات اللي جات بعد 14 جانفي 2011 لم تتقدم في حل المعضلة الأساسية اللي عانوا منها أغلبية الشباب في تونس. هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية، بقدر ما أنه الناس هذه تناضل وطالب بالتشغيل باعتبارها مفروزة أمنيا، إلا أنه اليوم حق التشغيل هو حق مطلوب وواجب لكل المعطلين سواء من حاملين الشهادات أو من غير حاملين الشهادات، إضافة إلى مسألة لابد من الإشارة لها. أعتقد أن ملف التشغيل لابد وأن يطرح على الرأي العام، لأن فيه برشة تلاعب، فيه برشة توظيف سياسي، فيه برشة توظيف فئوي، وفيه حتى توظيف شخصي. وهذا إذا يدل على حاجة، يدل أن الشعار اللي ترفع في بداية الانتفاضة على أساس مقاومة الفساد ما زال الشعار هذا قائم الذات في جميع المجالات أنتر أوتر مجال التشغيل. اضطروا عديد المساندين للملف هذا أنهم اليوم يتوجهوا للقصبة ونجحوا أنهم يفرضوا لقاء تخل أمين عام اتحاد الطلبة وأمين عام اتحاد أصحاب شهيد المعطلين عن العمل، وتمكنوا أنهم يتحصلوا على موعد يوم الخميس اللي باش يمدوا فيه القائمة مرة أخرى، بالرغم أنه القائمة سبق أن حطيناها في مركز يعني في مكتب الضبط المركزي في رئاسة الحكومة، باش نعاودوا نمدوا لهم القائمة مرة أخرى وباش تنطلق مفاوضات حسب ما هما يعني أكدوا نهار الخميس يعني بعد غدوة. احنا اليوم جينا الحاجة واحدة، بعد 12 يوم حبينا نقولوا للحكومة هذه راو يا حكومة راو عندك عدد مهم من أفضل ما عدنا من شباب تونس اليوم يقوموا بإضراب جوع، حالتهم الصحية متدهورة، وهالحكومة هذه لم تكلف نفسها حتى أن تبعث لهم باش تحل باب التفاوض أو تقول راو في بالنا بالملف هذا ورانا باش نتجاوبوا معاه.
اذا احنا جينا للمطلب هذا نحب نقولوا رئاسة الحكومة راهو عندك شباب يهمك زيادة، راه متوانسة هذوما ما هماش جايين متشاد ولا جايين، راه متوانسة ومن خيرة شباب تونس. الشباب هذايا هو اللي تصدر معناها الحراك الاجتماعي في ثورة 17-14 جانفي. احنا اللي دفعنا معناها عمرنا بإضافة إلى القراية، إضافة دفعنا عمرنا باش نحقوا المطالب هذه، باش نحقوا كرامة الناس. ما تكلمناش على أرواحنا احنا رانا في الجامعات، ما تكلمناش كان على الطلبة برك، احنا تكلمنا على كافة الأطياف السياسية، تكلمنا عن الدينات اللي وقع قمحنا من حتى اجتياز للمناظرات والامتحانات، كنا لهم بالمرصاد، تعرضنا معناها للمجالس نتاع التأديب في على خلفية الاجتماعات العامة، تكلمنا على وضعية عون الأمن في حد ذاته، أنه هو ضحية وأنه هو كبش معناها انطيح بالدارجة باش يكون هو العصام تاع القمع لنظام بن علي. يعني ما خليناش، فمش منظمة موقفتش معها اتحاد طلبة، ما فماش جمعية موقفش معها اتحاد طلبة في وقت اللي كان فما حصار وفما تكميم للأفواه. حان الوقت اليوم ان العباد تقف مع بعضها، تتوحد مع بعضها، باش اول حاجة ينسوا هالعباد هذي اللي ما بخلتش لا بالجهد ولا بالمستقبل متاعها ولا بأصواتها ولا ما بخلت بحتى ذرة منها، معناه باش تنصف هالعباد هذي، باش العباد تاخذ حريتها. اليوم نشوفوا في ناس تحكي بأريحية في البلاتوات، نشوفوا في أعوان أمن عملوا نقابات، نشوفوا في ناس معناها ما من نظام البائد رجعوا مرة أخرى يوريوا في وجوههم بكل وقاحة، يتكلموا على أنه ما صارتش ثورة، وهذا يخطير، هذا يخطير، وهذا اللي وجعنا احنا أكثر، لانه الشعب التونسي، انا ما يعنينيش الفئه الواعيه، انا نحب الشعب التونسي هذا من خلال اضراب الجوع اللي يخوضوه اليوم خيره شباب تونس. الشعب هذايا لازم يفيق ويوعى، اذا كان اليوم اخطا راسي وضرب مزلنا غدوه راهو، اذا الشباب هذايا ما يوقعش انصاف، مانيش نحكي على المقربين لكن نحكي على الشباب بصفه عام، ما يقعش انصاف وما تقعش لفته ليه راهو الارهاب باش يزيد ينتعش، واللي انت خايف منه وخلي الحكومه تخدم راهو الارهاب باش يسكر عليك البيبان الكل وغادي تولي المصيبه الكبرى. وين هالحريه؟ وين هالعداله؟ وين هالديمقراطيه اللي تشطف بها من عليه وحزبه الثمانيه بتاعه؟ شكون اللي خلى البلاد غير الترابلسي والمعطري والقروي؟ شكون اللي خلي الشاب محمد بوزيدي اللي العباد ما تحشمش تطلع في القنوات الرسمية كما برهان بسير؟ بسير 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 بسير